وبالذهاب إلى العاصمة الكازاخية أستانا، وبعد الإعلان عن تأجيل الاجتماع بسبب تأخر وصول وفد المجموعات الإرهابية والوفد التركي، تنضم إلينا من العاصمة الكازاخية أستانا مفادة الإخبارية. أهلا بك يارا، ماذا في حيثيات التأجيل وظروفه وإلى متى؟ أهلا بك ربى، تحية لك ولكل مشاهدي الأخبارية السورية. إذا كما قبل قليل أخبرتنا مصادر مقربة من المنظمين هنا في أستانا لاجتماع أستانا الثاني، أخبرونا بأنه تم تأجيل هذا الاجتماع إلى التاريخ 16 من الجاري، أي يوم بعد غد، وتم التأجيل حتى الساعة 12 ظهرا وفق المعلومات الأولية حتى الآن، بأنه سيبدأ الاجتماع الساعة 2 ظهرا. سبب التأجيل هو تأخر وفد التنظيمات الإرهابية عن الوصول إلى أستانا، كذلك تأخر وفد النظام التركي عن الوصول إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا. ربا يعني للتذكير، التنظيمات الإرهابية المسلحة هي التي أودت إلى اجتماع ثاني في أستانا، هذا هو المرجح، لأن الخروقات التي قامت بها على أكثر من جبهة وفي أكثر من مكان في على أراضي الجمهورية العربية السورية ضد المدنيين في أكثر من محافظة هي التي يعني كانت سببا في يعني ربما خروقات الاتفاق وقف العمليات القتالية. هذه التنظيمات الإرهابية بعضها وقعت على اتفاق وقف الأعمال القتالية، ومن المفترض أن التركي ضمنها في اتفاق أستانا الأول، إلا أن الأمر يعني القذائف تساقطت بشكل كبير جدا على المناطق والمدن في سوريا، على كفرية والفوعة، على حلب، على دمشق، على درعا، كان هناك عدد من الشهداء والجرحى في درعا، وايضا كان هناك يعني تساقط على بعض على نعم. مدينه حماه وعلى بعض يعني المدن في ريف محافظه حماه. نعم يرى، يعني هل يوم 16 كما ذكرتي قبل قليل بدأ اجتماع أستانا هو موعد نهائي، وهل من ضمان اساسا لعدم تأخر وصول الوفود مره اخرى؟ لم أسمع السؤال بشكل جيد ربا لو نعم، سمحتي. قلت هل يوم 16 من هذا الشهر هو موعد نهائي لاجتماع أستانا، أم ربما أيضا يكون معرض للتأجيل، وما الضامن من وصول وفد المجموعات الإرهابية والوفد التركي بعد حين إلى أستانا؟ نعم ربا، المعلومات هنا تخرج عن الجهة المنظمة وهي الخارجية الكازاخستانية. ما وصلنا حتى الآن بأن الموعد المقرر حتى الآن بعد تأخر وفد التنظيمات الإرهابية ووفد النظام التركي هو 16 من الجاري والساعة 12 ظهرا، هذا هو ما وصلنا. كل شيء قابل خاضع للاحتمالات، يعني إذا كان النظام التركي هو الضامن للتنظيمات الإرهابية على أنها سوف توقع على اتفاق وقف أو يعني تكون منضبطة وفق اتفاق وقف العمليات القتالية، ولم يستطع أن يضبط هذه التنظيمات الإرهابية، لم يستطع ولم ينضبط. وللتذكير ربا بأنه وفد النظام التركي ووفد التنظيمات الإرهابية كانوا سببا في تأخير الاجتماع الأول، جلسة الافتتاحية لاجتماع أستانا في 23 من كانون الثاني الماضي، كانوا سببا في تأخير الجلسة الافتتاحية، وتأخروا لأكثر من 40 دقيقة، ما أدى لتأخر الجلسة الافتتاحية لأكثر من 50 دقيقة ربا. وبالتالي يعني أنه يعني لا يستطيع أحد أن يؤكد أنه بالتأكيد سوف تكون الجلسة في 16 من الشهر الجاري عفوا، وفي الساعة 12 ظهرا، يعني قد يكون في الساعة في 16 من الجاري، ولكن قد لا تكون في الساعة تمام الساعة 12 ظهرا، لأنه التنظيمات الإرهابية كما قلت لك اعتادت أن تؤخر وتعرقل هكذا اجتماعات، ربما لأنها غير قادرة على الالتزام بوقف العمليات القتالية كما هو مفترض وكما هو مقرر. طيب هل من ردود يعني مواقف على الأقل نتيجة تأخر وصول هذه الوفود وبالتالي التأخر الأخير في انعقاد مؤتمر أستانا، وأي وفود وصلت حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى الوفد الإيراني؟ ماذا عن الوفد الروسي كذلك؟ ربا حقيقة لا يوجد فعلا يعني ردود أفعال، لأنه المعلومات التي وصلتنا من المصادر المقربة من المنظمين وصلتنا منذ قليل، وبالتالي يعني قرار تأجيل اجتماع أستانا حتى 16 من الجاري هو قرار حديث، يعني لم نرصد بعد أي ردود أفعال متعلقة بهذا الأمر. وفد الجمهورية العربية السورية كان قد وصل، وهذا للتذكير أيضا ربا، كان قد وصل إلى العاصمة الكازاخية مبكرا وكما العادة ملتزما بالموعد الذي حددته الخارجية الكازاخستانية. أما عن وفد التنظيمات الإرهابية فكما قلت لك من المفترض أن يصل حتى يبدأ الاجتماع في 16 من الجاري، ولكن لا تأكيد أبدا لدينا إذا ما كانوا قد وصلوا أم لم يصلوا حتى الآن.
نعم، على كل حال بانتظار تفاصيل أكثر عن تلك المعلومات والأخبار. أشكرك حتى اللحظة مفادة الإخبارية وفريق الإخبارية إلى العاصمة الكازاخية أستانا. شكرا جزيلا لك يارا صالح، ونبقى مع